حياكم الله من جديد مشاهدينا. الآن سنسلط الضوء على المؤتمر العلمي الخاص بيوم الإيدز العالمي. يهدف يوم الإيدز العالمي والذي يصادف 1 ديسمبر من كل عام إلى توعية المجتمع بمخاطر مرض الإيدز وكيفية التعامل السليم مع المصاب. وسوف يقيم البرنامج الوطني مكافحة الإيدز المؤتمر العلمي الخاص بيوم الإيدز العالمي. للمزيد مشاهدينا عن هذا الموضوع انضمت لنا عبر الهاتف الدكتورة سناء فيلمبان مديرة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز. أسعد الله مسائك دكتورة سناء. أهلا وسهلا فيكي. مرحبا، أسعد الله مسائك. ومسائك أيضا دكتورة سناء. بداية حدثينا عن هذا المؤتمر وعن الفعاليات أيضا المصاحبة له. طيب، طبعا المؤتمر حيكون بإذن الله يوم الاثنين القادم. حيكون هو مؤتمر علمي يتم مناقشة كل المواضيع العلمية وأخذ المستجدات حول قضايا وموضوع الإيدز من ناحية العلاج، في العلاج الطبي، علاج الفيروس، ما يحتاج مريض الإيدز، كيفية التعامل مع مرض الإيدز، وكثير من أخرى مصاحبة. المواضيع الأخرى إحنا قايمين بحثنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بحيث إحنا نوصل المعلومات الصحيحة إلى أكبر فرد ممكن في الأعداد اللي موجودة عندنا في المجتمع العربي والمجتمع العربي بشكل عام. نحتاج إن إحنا نصحح المعلومات المغلوطة لدى الفئة المستهدفة وفئة الشباب، نتعامل معهم بأساليب هم أقرب لأنهم تحاكي الأسلوب اللي هم ممكن يتقبلوا ولهم بلاش تناقش. دكتورة سناء، مثل ما تفضلتي دحين قلتي المعلومات المغلوطة، ماذا تقصدي بالمعلومات المغلوطة؟ ما هي المعلومات المغلوطة؟ المغلوطة مثلا إن احنا لو في بعض الناس يقولوا انه الاكل المطبوخ من شخص متعايش بالإيدز ينقل العدوى، او انه المشاركة في الاكل والشراب مع المصاب بالإيدز ينقل العدوى، او انه لا يمكن انه مثلا نشتغل او ندرس في مكان يكون فيه مصاب بالعدوى عشان ما ينقل العدوى إلنا. وهذه كلها معلومات مغلوطة بحيث نصححها ونقول إنه لا يمكن أن تنتقل العدوى من خلال المخالطة العادية في أماكن العمل والدراسة وأي محافل اجتماعية أخرى. جميل جدا. طيب دكتورة سناء، لو رح نتكلم عن البرامج التوعوية، يعني مرض الإيدز لازلنا نحتاج له ويحتاج مجتمعنا إلى توعية خاصة من وقت إلى آخر. حدثينا، هل يوجد خطة لبرامج توعوية رح تقام سواء في المولات سواء في الأماكن العامة والتجمعات اللي خاصة بالناس؟ أكيد طبعا، إحنا بننزل الأسواق، إحنا بننزل بنقابل الشباب في مثلا في الحدائق، بنقابلهم في المحلات اللي هم بيكونوا فيها تجمع شبابي مثلا في عند الراضية، بنبلغهم المعلومات اللي بيحتاجوها، بنعمل الخطوات السريعة على أساس إن إحنا نعمل لهم نوصل المعلومة والخدمة لهم إلى أماكن موجودة بحيث إن إحنا نلاقي أكبر عدد من يستفيد من هذه الخدمة. جميل جدا، الله يعطيك ألف عافية. سؤال أو عفوا نصيحة توجهها من خلال البرنامج، ماذا تقولي؟ أحب أقول إنه مكافحة انتشار عدوى الإيدز هي مسؤولية مشتركة، لأنه العدوى بتنتقل من خلال سلوك فردي. جميل جدا، يعطيك ألف عافية. أكيد دكتورة سناء فيلمبان مديرة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، شكرا لك. شكرا، الله يعطيك ألف عافية. أكيد يعني حملات مهمة توعوية خاصة في أمراض عديدة وكثيرة، يعني مزولين مرض الإيدز عفان الله وإياكم من هذا المرض. في ناس كثير بتجهل كيف أنه هي تكون حريصة، كيف أنه هي يكون عندها الوعي الكافي بمشكلاته بأمراضه بأعراضه أيضا في بعض الأوقات والأحيان. فمهم جدا هذه الحملات التوعوية، خاصة أنه إحنا في هذا الشهر يعني الشهر العالمي لهذا المرض والالتزام والنصائح والإرشادات الثقافية وتحديدا التعامل، كيفية التعامل مع المصاب. لأن للأسف يعني أنا قبل كده قابلت في مؤتمر أطفال مصابين بالإيدز، يعني ضحايا من خلال نقل دم ملوث ليهم. وللأسف يعني لما جالس أتكلم معاي يقول لي عمتي ما بتتكلم معايا، خالتي ما بتتكلم معايا، بيخافوا على عيالهم، بيمنعوا عيالهم أنه يلعبوا معايا. مرة أثرت على نفسيتي بصراحة مثل إقامة مثل هذه المؤتمرات التوعوية الهادفة فعلا يعني بتزيد الوعي، بتزيد الوعي عندنا أنه هذا المرض فعلا لا ينتقل بسهوله، يعني لا ينتقل مثلا باللمس او مجرد ما يلعب مثلا هذا الطفل مع اطفال سليمين. يعني الله يعطيهم الف عافيه في فعلا نشر التوعيه لكيفيه التعامل فعلا مع الشخص المصاب. صحيح. اعزائي المشاهدين، وفقرتنا القادمه عن تاخر النطق عند الاطفال، لكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا.